عندنا قاعدة أنه لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير المأكول والملبوس. على الأرض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما أنبتت الأرض كل شيء أخرج من الأرض من غير المأكول والملبوس، هذا وارد في حديث أهل البيت عليهم السلام. في السيرة النبوية وردت قضية أن النبي كانت عنده قطعة من السعف يحملها ويضعها على مصلى التي سميت في الأحاديث بالخمرة من السعف، ولكن الخمرة عندنا ليست من السعف. هو النبي كانت في حديث البخاري ومسلم من السعف الخمرة كانت، ومن هنا مالك كره السجود على الطنافس. الطنفزة هي بتعبيرنا اليوم الزربية. نحن أيضا الحصن من السعف يجوز السجود عليه، أما مثل هذه الزربية هذا السجاد أو الطنفس هذا لا يجوز السجود. كتسهيل لذلك إما الواحد يحمل خمرة قطعة من السعف ويضعها على المكان ليصلي فيه، أو يحمل ما أسميتموه بالحجر وهي تربة الإمام الحسين تربة كربلاء تبركا بهذه التربة، ولأنه ورد أن السجود عليها فيه ثواب قرآني. في مسند أحمد بن حنبل أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بمقتل الحسين، فطلب منه أن يأتيه بتربة المنطقة التي يقتل فيها الحسين عليه السلام، فجاءه بقبضة حمراء. أصبحت علاقة بهذه التربة بناء على أن النبي أخذها وقبلها واحتفظ بها وتركها أمانة عند أم سلمة، وقال لها إذا انقلبت هذه التربة إلى دم عبيط فاعلمي أن الحسين قد قتل.